كده لون بقى ما بعرف لون بقى ده نب نب هذا تعرفوا النقطة الإعلامي اللي كان لداعش النقطة الإعلامي كان يصورون وبيهو مقاطع فيديو وكل شيء بيهو المجلات وكل شيء كان يوزعون هون كان في هون شاشة كبيرة على يتفرجوا على أفلام وصور دينية هيك شغلات هاي دوار الساعة كانوا بيحكموا القصاص الجلد كله كنا المحكمة كانت المحكمة بيطالعوا المساجين طورين حكم هون بيكون مرة من المرات حكموا اثنين عساكر طالعون بالميتور ربطوا رجليهم صاروا يسحبوا فيهم هون حتى ما